الروائي عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت واصحابنا في كل مكان في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثاني من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين اللي هيحصل على لقب افضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ اما المكسب الاكبر ان كل اجابه صحيحه في بطوله العباقره اصحاب هتساوي مبلغ نقدي. في مرحله المجموعات كل نقطه ب 1500 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراه النهائيه. جميع المبالغ الماليه في نهايه الموسم سوف تستثمر لرعايه ابطال مصر الرياضيين. العباقره بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 7,072,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول فريق مشرفنا في الاستوديو فريق محترم، كسب مباراة وانهزم في مباراة، فرصته الوحيدة للتأهل مش سهلة، لازم يكسب النهاردة وبأكتر من 175 نقطة إجابات صحيحة. نلعب كلنا فريق الجيش الأبيض. إن شاء الله النهاردة نازلة تحت الضغط، ده أفضل جزء بالنسبة لي في البرنامج لأنه تحدي للمعلومات العامة، إن شاء الله نقدر نحقق فيه أعلى نقط ممكن نقدر نكسبها. احنا النهارده جايين ومستعدين عشان نحقق تاني فوز لينا، هنحاول نجيب اعلى سكور ان هو يتاهلنا ان احنا نتاهل لدور الثمانيه، وطبعا كل السكور بتاعنا ما يزيد حتى لو ما تاهلناش ده هيكون يسعدنا ان احنا هنساعد البنك الاهلي ان هو يدعم الابطال الرياضيين في مصر. احنا كاعضاء في الفريق اتقابلنا، معظم لقاءاتنا كانت واحنا بنصور البرنامج، دخلنا البرنامج مع بعض واحنا اصحاب، صداقتنا بقت اقوى كتير وان شاء الله هنخرج من البرنامج واحنا اصدقاء من الدرجه الاولى. النهاردة ثالث ماتش لينا وإحنا معنا ثلاث نقط، لسه فرصة التأهل لدور الثمانية قائمة. أتمنى النهاردة أن التوفيق يكون حليفنا ونقدر نصعد لدور الثمانية. جيش الأبيض الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مباراة بالنسبة لكم النهاردة صعبة جدا، ولا إيه رأيك يا دكتورة ولاء؟ يعني اكيد الموضوع مش هيبقى سهل، بس هي عامه التجربه احنا معتزين بيها جدا ايا كانت النتيجه، بس ان شاء الله يعني يكون نقدر نجيب السكور احنا متفائلين فان شاء الله نكون قدها. يعني تقدر تقول ايه على التجربه دي؟ يمكن هي ورا الشاشه حاجه وفي الاستوديو حاجه ثانيه. اشرح للمشاهدين الفرق. وانا قاعده بتفرج عادي جدا من غير اي ستريس، انا ممكن اجاوب واقدر افتكر معلوماتي ويعني الموضوع بيبقى فيس تماما. يعني لا، وقت بقى ما الواحد محطوط في جو الستريس نفسه والسؤال وتايم ليميتد يبقى الموضوع لا احنا محتاج بسرعه، طب ها طب نسيت اول حرف من الاسم فالاسم كله، يعني الدنيا بتبقى مختلفه تماما. احكي لي على طبيعه شغلك. انا طبيب بشري اخصائي امراض الروماتيزم ومناعه والتاهيل الطبي، تخصص بحبه جدا جدا من وانا في الجامعه، يعني من قبل ما ادخل مرحله ان انا اختار التخصص. بس التخصص ده فريد، عشان كده انا حبيت اسمع منك. هو فعلا تخصص فريد وجميل، لان يعني زي مثلا بنسبه من 80 ل 90% من الناس بتشتكي من مفاصلها وعظمها ومناعتها، يعني شكوى هتلاقيها عامه في مختلف الاعمار. افتكر ان من اجمل اللحظات اللي كنت بحسها جدا لما يجي لي واحد حياته وقفت، مش قادر يتحرك من السرير، مش عارف يعمل حاجه، ويجي بعد 10 ايام انا بدعي لك والله في كل خطوه. لا تحس ان الموضوع فرق جدا بقى، يعني دي حاجه عظيم جدا. الانسانيات هي رساله انسانيه جميلة اكتر من هي شغلانه فعلا. صح حقيقه، يعني دي حقيقه. دكاتره النهارده ماتش دكاتره ومهندسين، هنشوف هيمشي ازاي. الجيش الابيض بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا فريق الجيش الابيض. اما الفريق الثاني اللي هيلعب ماتش النهارده ما عندهمش نقط، ولكن اتوقع منهم انهم يقدموا مباراه قويه قبل ما يودعوا البطوله. فريق الفن والهندسه، نرحب كلنا فريق تشالنجرز. ده اول ماتش ليا، انا متوتره جدا بس انا استعديت كويس وان شاء الله اكون عند حسن ظن فريقي وناخد ال 3 بوينتس. فريقي في المباراتين اللي فاتوا حاول يجتهد ويذاكر بس ما وفقناش،
نتيجة لنقص الخبرة، وإن شاء الله نحاول النهاردة نأدي أداء كويس ونخرج بنتيجة كويسة بإذن الله. أنا بشارك النهاردة مع الفريق لأول مرة في برنامج العباقرة، وإحنا الحقيقة مباراة صعبة جدا، بس الفريق استعان بيا النهاردة أزفنا الجوكر ونحاول نخرج خروج مشرف. دي تاني مباراة ليا مع فريق تشالنجرز. النهاردة الفريق معتمد عليا أن أنا أنزل تحت الضغط ونكسب البوينتس بتاعت الفقرة. إن شاء الله نعمل مباراة قوية ونرجع بالثلاث نقط. فريق الفن والهندسة، صح؟ بما ان احنا عندنا زملكاوية كمان تمام فنقدر نضيف براحتنا. صح تمام. هايدي، ازيك يا هايدي؟ ازاي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله، يا رب دايما. مش مخضوض ولا متوتر ولا اي حاجة خالص ثابتين حضرتك. برافو عليك. الوحيدة اللي بتغرد خارج السرب، ثلاثة مهندسين واربعة دكاترة، عشان كده بقول ماتش النهاردة مهندسين ودكاترة. دخلت اداب علم نفس ليه؟ مش كنت تخش هندسة؟ يعني بس حلو برضو ان انت تبقى تفهم الناس وتقدر تساعدهم ان هم يفهموا نفسهم بشكل افضل. ده طبيعة شغلك؟ طبيعة شغلي HR. احنا بنحاول ان الـ work environment او بيئة العمل تبقى بيئة عمل صحية علشان الموظفين تطلع productivity بشكل افضل. طيب نادر، فريقك جمعته ازاي؟ احنا نعرف بعد 14 سنة يعني في الشركة. انا دلوقتي رحت شركه تانية وهم في احد الشركات يعني، وبعتز بصداقتهم. لا مفيش مشكله في ان احنا نقول اسم الشركه، يعني مش لازم ان احنا نخبي اسم الشركه ولا ده هيعتبر اعلان. لا خالص، طبيعي جدا. مش هنسى قناه السي بي سي دعتني عشان تشكرني على برنامج العباقرة. هو ده الرقي. الاستاذه منى الشاذلي عزمتني على لقاء وكان جميل جدا، اتكلمنا فيه على العباقرة واستضافة أبناء العباقرة. طبيعي جدا، هو ده الصح. فأنتوا في شركة اتصالات، صح؟ صح. هما بقى أنا سبتها. صح صح يا داليا. صح. أخبار المشروعات إيه يا داليا؟ تمام. مشروعات ماشية كويس؟ مشروعات ماشية كويس. شغلانتك صعبة؟ شغلانة صعبة جدا، لأن بتعامل فيها مع العملاء، بنسيرف فيها قطاع الشركات في إدارة المشروعات، فبنمانج المشاريع كلها من أول ما بيجي لنا المشروع لحد الدليفري والأكسبتنس، وبناخد طبعاً كومبلينز والتغييرات أثناء المشاريع. لا، شغلانة صعبة. الكومبلينز أصعب شغلانة في الدنيا. دي حقيقة. اللي بيكلمك عنده مشكلة، صح، دايماً بيبقى في موقف صعب، صح، ولازم تحاولي تساعديه بالظبط في إنه هو يحقق رغبته حتى لو هي غلط او مستحيله. بالزبط. موضوع صعب جدا. بالظبط. محمد، متوقع ايه الماتش النهارده؟ ان شاء الله هناخد الثلاث نقط. ان شاء الله ثلاث نقط. تحذير شديد اللهجه للدكاتره، خلي بالكم جايين على الثلاث نقط معناها ايه، مش هتتاهلوا لدور الثمانيه. هنشوف هيحصل ايه. تعالوا نشوف ترتيب المجموعه الاولى قبل ماتش النهارده. في المركز الاول فريق اطلس، 6 نقاط من 3 ماتشات و395 نقطه إجابات صحيحة. في المركز الثاني مافيا، 6 نقاط من 3 ماتشات و390 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث الجيش الأبيض، 3 نقاط من ماتشين، 220 نقطة إجابات صحيحة. وفي المركز الرابع تشالنجرز، مفيش نقاط ولكن في 140 نقطة إجابات صحيحة. العباقرة أصحاب 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هو الاسم الأول للعالم المصري الباز؟ أحمد شلتوت، إجابتك. فؤاد الب... بس خلاص خلاص خلاص. طبعاً إجابة خاطئة. أهلا أهلكم. مين اللي هيدوس على البازر؟ داليا؟ فاروق الباز. طبعاً العالم العظيم الجليل دكتور فاروق الباز. داليا، إجابة صحيحة. داليا، من حيث تختاري مين اللي يبتدي الأول؟ الفريق الجيش الأبيض يبتدي الأول. الجيش الأبيض هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. سؤال في الجغرافيا للجيش الأبيض. جغرافيا،
والسؤال هو في أي دولة أسيوية يقع نهر بورتو برنسيسا الجوفي؟ نهر بورتو برنسيسا الجوفي. فات 7 ثواني. طول النهر حوالي 8 كيلومتر. النهر الجوفي الأطول في العالم. إجابتك؟ الصين. الصين إجابة خاطئة. يقال عنه من أجمل وأعجب الأنهار في العالم. مين اللي هيجاوب؟ هنقعد نعزم على بعض. أنا عارف. طيب هجاوب. ما بص بقى، لو نادر واثق من الإجابة كان هو اللي جاوب طبعا. بس هو بيعمل إيه؟ داليا جديدة بقى ومش واخدة حق الجو. جاوب أنت يا داليا. داليا إجابتك إندونيسيا. إندونيسيا إجابة خاطئة. 4 اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. اليابان، الفلبين، ماليزيا، الهند. طبعا الأربعة شبه بعض، محدش هياخد الريسك. الهند. كويس انك ما قلتش حاجه. الحمد لله. الاجابه الصحيحه الفلبين. اول سؤال في الجغرافيا طار من الجيش الابيض. تشالنجرز جغرافيا. والسؤال هو تقع بحيره اللاجون الاحمر باحدى دول امريكا الجنوبيه، فما هي بحيره اللاجون الاحمر؟ مساحتها حوالي 60 كيلومتر مربع، على ارتفاع 4300 متر، موطن لطيور الفلامينجو النادرة. نادر إجابتك. كولومبيا. إجابة خاطئة. موقع للتراث العالمي لليونسكو من 1990. إجابتك. فنزويلا. فنزويلا 10 نقط. إجابة خاطئة. 4 اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. بيرو، بوليفيا، البرازيل، تشيلي. نادر بيعمل كده. البازر بيكهرب، خلي بالكم. خلي بالكم. الماينس 5 دي بيكهرب. الماينس 5 بتضايقنا. مين؟ تشيلي. تشيلي. بوليفيا. الإجابة الصحيحة بوليفيا. سؤالين في التاريخ، وأول سؤال للجيش الأبيض تاريخ، والسؤال هو من هو قائد جيش المسلمين في معركة الولجة عام 12 هجريا 633 ميلاديا على أرض العراق وضد الجيش الساساني وحلفائه من العرب؟ كانوا 3 أضعاف جيش المسلمين في الوقت ده. أحمد شلتوت في الثانية الأخيرة إجابتك. النعمان بن مقرن. النعمان بن مقرن إجابة خاطئة. كانوا 3 أضعاف جيش المسلمين والمسلمين هم اللي انتصروا. مين يا نادر؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد أول 10 نقط إجابة صحيحة. سيف الله المسلول خالد بن الوليد 10 نقاط. النتيجة تشالنجرز 10، جيش الأبيض مفيش نقط، وسؤال في التاريخ لتشالنجرز. والسؤال هو في أي دولة أوروبية وقعت أحداث معركة باشنديل عام 1917؟ من أطول المعارك في الحرب العالمية الأولى، وانتهت بانتصار الإنجليز على الألمان. من 31 يوليو ل 6 نوفمبر. سؤال مش سهل. إجابتك. بلغاريا. إجابة خاطئة. رجع العشر نقط بتوعك. يا مسهل. إجابتك. فرنسا. فرنسا طبعاً إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزايد 10 أو ناقص 5. اليونان، هولندا، بلجيكا، سويسرا.
مين ياخد الريسك؟ خسارة. اليونان. غلط. أنا بقول بلجيكا. بلجيكا. طبعاً. بلجيكا. طبعاً بلجيكا. جيش الأبيض عندك سؤال في الأدب، هناخد الجوكر. خدتوا 20 نقطة. يا مسهل. السؤال اللي جاي سهل. طب كويس. حظكوا حلو. الحمد لله. أدب والسؤال هو. زمن الأخطاء هي رواية الأديب مغربي راحل. فمن هو؟ ليها اسم تاني الشطار. تاريخ النشر 1992. سيرة ذاتية روائية. كاتب مغربي كبير جدا. تخمينة. اترجمت أعماله لأكتر من 48 لغة. لازم تكون عارف. محمد شكري. أنا كنت متوقع أنك تقول محمد شكري. محمد شكري كتب إيه تاني؟ الخبز الحافي. طبعا إجابة صحيحة. طبعا محمد شكري. أول 20 نقطة للجيش الأبيض. برافو يا دكتور أحمد بصراحة. خد نفسك. 20 الجيش الأبيض. تشالنجرز سؤال في الأدب. ياخدوا جوكر بقى. لا خدوا جوكر عشان هم ياخدوا 20 نقطة. بص بص يعني. أدب والسؤال هو. قصة رجل مجهول هو كتاب لأديب روسي. فمن هو؟ كتاب 12 1893. 8 ثواني عدوا وفاضل 8 ثواني. من أشهر أدباء القصة القصيرة في التاريخ. سهلتها لك. نيكولاي جوجل. نيكولاي جوجل إجابة خاطئة. ما ينفعش تعديك دي يا أحمد. يا دكتور أنطوان تشيخوف. أحمد شلتوت. طبعاً إجابة صحيحة. برافو عليك يا دكتور. خطفت 10 نقط مهمين جداً. النتيجة اتغيرت 30 يا مسهل. جيش الأبيض 10 تشالنجرز. شفتوا ليه بقى؟ كان عايزكم تاخدوا الجوكر في الأدب عشان هو ياخد 20 نقطة. تمام. مفيش فايدة فيهم الدكاترة دول. سؤالين في العلوم وأول سؤال جيش الأبيض. علوم والسؤال هو. كم عدد ذرات الكربون في مركب الهكسين؟ سي كام؟ اتش 14. مسكنا الورقة والقلم بس متأخر. هكسين. إجابتك؟ ستة. واتفقتوا انتوا الأربعة على ستة؟ لا أنا عندي رقم تاني. دايما عندي مشكلة مع مؤمن. عندي رقم دايما دي. عندي مشكلة معاه. بيجي في لحظة كده ويقول لك لا. بس أنا مش ربنا يسأل بيكون هو صح إن شاء الله. إجابة صحيحة. C6 H14. أيوة أنا برافو عليك يا أحمد. متهيألي يا مؤمن لازم تثق فيهم بقى. إحنا بناكل لنا أول خالد بن الوليد كتبته. فعلا. وقلت إنه عمر بن مقرن معرفش ليه. يعني أنت كاتب خالد بن الوليد. وكنا ونحن بتحصل كتير جدا. معرفش ليه. في حد في لحظة معينة. يبقى قدامه إجابة وفجأة ما أقوله إجابتك يروح مغيرها. بتحصل فعلا. نتيجة اتغيرت 40 الجيش الأبيض. تشالنجرز علوم. ندوس على البازر؟ لا مش هندوس على البازر. لا علوم والسؤال هو. في أي كواكب المجموعة الشمسية يوجد حوض كالوريس عرضه 1525 كيلومتر؟ حوض كالوريس موجود في أنهي كوكب؟ 5 ثواني. أخيراً هنسمع صوت هايدي. يا نار أبيض يا هايدي. يعني في الآخر 3 علوم واللي جاوبت أدب. زي ما ده كلام. إجابتك زحل. زحل. في إجابة تانية؟ إن شاء الله. ده بالتأكيد كمان. بالتأكيد قوي. يعني. وزحل إجابة خاطئة.
المشترى. المشترى موافق؟ إن شاء الله. المرة دي موافق بإذن غريبة الله. جدا المشترى إجابة خاطئة. طيب خلاص يعني يوم ما توافق تبقى غلط. خلاص بقى يعني أربع خيارات زائد 10 أو -5 أورانوس، عطارد، الزهرة، المريخ، مين هياخد الريسك؟ 10 نقط. داليا عايزة تقولي إيه؟ أورانوس. أورانوس غلط. المريخ. هو المريخ صح؟ والمريخ غلط. غلط برضو. فاضل 2. الزهرة. الإجابة الصحيحة عطارد. لا صعبة دي بصراحة. صعبة. لا وصل صعب. روحتوا التلاتة وسبتوا الإجابة الصح. ميركوري. النتيجة في نهاية الفقرة الجيش الأبيض 40 تشالنجرز 10. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 50 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 75,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.